يا عم علي بتاع نور شيبة هذيك أنا مسجلها عندي أكثر من 20 سنة. كلمات الياس بن أحمد في بالي. هذيك كلمات شاعر وملحن ضرور مسكين اسمه حكيم ما نجمش يوصل يمشي لدروا دوتير يشكي فهمت وأديتها أنا بطريقة أخرى. وهو ما تعرف كل إنسان باش يخدم خدمة ويعرف يقول لك هذا في أقصى الجنوب الغربي شكون يقول لك يوصل وشكون يقول لك يشكي وشكون يقول لك مثقف وإلا يدري على الشيء هذايا يدخل وما يدريش على العاقبة بعدين. هذه الحكيم شليت ومسجلها أنا عندي 25 سنة. ما إذا كان الملحن الثاني والمؤلف ذكي ياخذ الزبدة ويجي للحاجة يلبسها كسوة أخرى هذه كزادت نجم تعدل لأن فما قوانين فيها السرقة متاع الأغاني فيها قوانين. أنا نقول لك خلنا نتكلم نورمال لأن عندي ما يثبت الله يزين علي متاع زازة درنيرمون هذيك الله يكمل علي وعلى كل ولية متاع أنا مسجلها عندها 20 سنة زادة عندي ما توق نقول كيف ما هكا اللي هذا يدخل يجبد البرودوي متاعه يلقى موجودة ويلقى اللي كونترا بني أنا وصوت كارتاجي اللي هي سكر تو تحية المنصف الواتي ومع فوني ومع أفريكا يلقاني مسجلهم عندي برشا انت ولا مس بعد العصر سجلت وانا مسجلها عندي 20 سنة وما زالوا شي 4 ولا 5 فريم. سمي مثالش سمي مثالش قول لنا خلنا نعرف مثال اصحابي هذوك متقابلت انا وياهم وقال لك انا ما عندي حتى دخل انا اعطاني الملحن والمؤلف غنيت